يمبا أيان دوني آخر ثبان من آن لهان دكتور لوغا إلا ويامبا أيان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدا وضياء الدمان تيمبا اللهم نحرسيه وحا مانتا لقوا أصيح حبالها دين عقل بيد مغالا ذي هرقيسة حلي بان إبراهيم أحمد هيب إبراهيم كعان وكمدها مضان ياشا قولها وكيلة ذي سمال الله كاسو شالك قلب كوغيريو ذي مغالا ذي هرقيسة إساقو إن بدوح نسانيي مرحون حلبان إبراهيم أحمد هيب إبراهيم كعان وحوها مسؤول قرن أو كبحي شعب كسومالي لهم كالين مهيمنا كسوقاتي هالقمدي كالدنبيي يدلك الله صومري إساقو دور كلهات بوليسك يدلك ينبضينتي بلشادة كوضا دقن سومالي لهم جيست كالين مرحون كوحو كمدها بحضة وحبرشادة إساقو سنات كي يكون إيا سقال بقول إيا الليح ذن كي بلاوي شقادة معلن لماذا هذا بقاسك قرن يمان تلوسميي مرحون حلبان إبراهيم أحمد هيبة إبراهيم كعان وحكا غيب قليم إذا حولها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي شركدون كا وكيلة ذا يقول تداه قدوميا حسبقا أعيد وزير روح اللي بانو يدوين آد أتربضان وحنا ضدكي كا غيب قليم اسكي سوايسي آده وقود راضيان شخصيات دي مرحون كا يدور كي يكالنتي وكرسو كفاحي قرن كا هذا ببرنامج كان يدي كسو قد بندو ناقاب كي قود عاي آس كقرن إيه لو سميي مرحون حلبان إبراهيم أحمد هيبة إبراهيم كعان كل نفس دقيقة الموت ما أنت روحني شو قلنا آس كي حلبان إبراهيم أحمد هيبة إلى هاي سجى هون حرستو إلى هاي شنو ذي فردوسو هكوا رابيو إلى هاي دم بيجي سوي حمس لون كره دبوا ظهر دافو إلى هاي نجراه نو قد وان حرستو إلى هاي سمرية إيمان هاي نجس يا قرن هان رمانتين وحنك تعسينا قرن كوردن قوله برلمان كه حا قويس كيسي يا عرور تيسي إيه قال إلهي وحنو قبر ينا عاول خير قبه إن هالكود وسو قريو إبراهيم تاريخته ولا قريد غنا أنا كل وحها مركانو قلي من تريها هو معلم نقضي رجع معلم توا هاي أنا مرصود بحين أمر يقول هريسي دوري اللي حدن كي وحكم ذاها إبراهيم وحكم ذاها محمد بوغرن كلا يراه وحكم ذاها عبد الدوسى وحكم ذاها محمد بيحجي بقول سالك ترسمعي رجع صو مركز وضع بحين عمود لو يا صدم بقى هاي ما في لا يا أي أسكولة دي المتر قالوا قبيي إلا وقت قال قارن كم بوش قين أي ده أدي ثلاثة رواسك سو قارني أضيف وها كل ميدو ما لقوا حسنا يا الله إنك يا قانو يا قاني إبراهيم هلا ذيك ما لقوا حسنا هل كويس تجلس يا لوري حوات كده وأنكو قاتو هدو مر وارك ارتاح يعني هو حاضر كنف كه مش سكوات كيستا مدو بوكي حنو كيس كلي هوها والود ذلك لكن واحد وقت كريو سئنا أنا قارب بدل ما يأهين إندونيسيا لقى سعرية مدة بدل مبوك مدة هذا حن سنة يجي تيس واتمد إلى هنا حرس بينو قبرينا سد الله شجرة نكون عبر قاضنا ما لين بقف بس عنا إياه قرن كل واحد تروين رها إلى هوا إحنا كنا شنو مرحوم كانوا حد شنو يجي إن قرنو قذبا حرسته ذلك يذكر من نوبنا شيء والفتح الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحن ما تجوعنا عسكي حلبان إبراهيم أحمد هيبة إلهي وحن كبر يا وحن تعسي ودريا وما تسمع لي ميلي شوكتبة إهلا دي سي كلا وكيلا صاحب بدي وحن لي هلق عسى الله وذا صعدا ولا كلا هرينا يا هلق عسى نو وذا صعنا ما أنت وحب بهي فاتح وحب بهي إن لو فاتحيو نسي ياسو إن لسامحه وحي وحكت رسالة إن سامحنا ورجعين لنا وحوي سياسة دوحي لا ضاي حنف بلا ضاي بركة هلا سامحه هلا ندعيه هل قاس إنه هو ذا صعنا أي نكون عبرة غادنا خوف والبا إن مالين تيسا ودمانا يو
إلهي نوح وقبر يا إنه كان نادي فرتوسا كوري يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله على سيدنا وسلم نفو لبوي لقل ميسا موتك يلي مشدية قيريدة وحن هلكن كتعسي يديني إن الله ونحرستي إبراهيم حلبان إبراهيم أحمد شيخ موسى ومانتا أسكي سيال كان أسكران لوغو سميي لبراهيم إبراهيم وكم دها وضياشا وقوم دكر سنة قولها وكيلة ده المدى أنا حنون جيفي ساعدي إلى هاي وطلع قليل ما دوية كواف صدي وحن تعسي ودري إن القويس كيسي وحن ودري إن القرابة ديسي وحن ودري إن القرن كسومال لانو ده كارهان قولها وكيلة ده يوكا بحي وحن لين هاي إلى هاي نحريستي جنح كورا بيو دمانتي إن سمرية إيمان صادقة الله إن قصيه إن لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم أسكي بين تشوقنا مرحوم حلدبان معلم إبراهيم أحمد هيبي إلهي نحرستي جنة ذاك ورابي قوي سكير أحمد هيبي وحن إلهي وقبر ينا هلكي وكب حيون وعول خير قبل وجب الدلو نبلا رنبوها نقرنبوها قرن كن وح بدن بوك سوا قبتي dadkii macallimiinta muddo dheer soo haabo aha muddo dheer buu golaha baarlamaanka ku jiray qof aad u hufan oo wanaagsan oo cibaadeysta oo qoys wanaagsan oo macallinimo ku soo barbaaray buu aha waxaynu Ilaahay uga baryeynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo Ibraahim Axmed Haybe waxaan ka tacsiyeynayaa dhamaan qaranka Soomaaliland ayaynu ka tacsiyeynaynaa nin qoys ma ahayn nin gobol ma ahayn nin qaran ba aha ilaahay ergada faraha badan leh maanta isugu timiya inta la leeg ducadooda ha waaqbalo ilaahay isagana naxariistiisa ha ka waraabiyo aad iyo aad baan runtii anigoo ka tiraayaysan geerida ku timid saaxiibkay aanu xildhibaanka wada ahayn muddo 10 sanadood ka badan waxaan ilaahay uga barayaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo caailadii iyo dadkii uu ka baxayna halkoodii wax khayr la ilaahay ugu bedelo waa wuxuu ahaa haliyay qaranka intii aan soo wada shaqeynaynay nin qaranimada iyo muwaadinimadu ku dheertahay buu ahaa in ummada wax badan geliyay buu ahaa in taariikhda qayb kule buu ahaa qarankani inuu shaqeeyo aynu maanta ku naaloonayna ilaahay waxaan uga bareeyaa janna firdowsa in ilaahay geeyo caailadiisii iyo caruurtiisii iyo faamiligiina in ilaahay awl qar awl qar khayr qabasiyo ilaahay saasaan uga bariyeyna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alhamdulillah rabbil alamin was salatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahi ma hada subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa la wada dhimaniya ilaahi waxa ka bariyey subhanahu wa ta'ala ilaahay janay firdowsa ka waraabiyo in ilaahay inagana samir inaga siiyo siiba ehelkiisi iyo caayiladiisa ka siiyo waxaan maalin kasta aasnaa qof baynu aasnaa waan wax ku qaadanaaba weeye magana ka dareerana wax ka yaan ku hadalla Ibraahim anuu waxaan ku bartay markan qurbaa joognay Soomaaliya aan joog ku bartay Kismaaya ayuu horeeyay markan bartay horta galay dhalinta kacaan ka halku magaca ka qaatay kacaan muheene dhalinta kacaan tu hay waan in aad iyo aad u fiican buuha nin saaxiibey badan buuha nin deeqsi buuha waxaan xusuustaa markan Kismaaya u tagnay isaga nin kale oo reer Soomaaliyeed aan naxsumay asumadii saawan ka qaatay laana isoo wax noo raaciyay macawisu noo raaciyay markaan deeqsi u ahaa maantana waxaanu inaga baxayso xil dhamaan inoo ah waxa dadka isku soo jiidu ahaa isku hayab u ahaa baarlamaanka magan waxa la yiraahdo Soomaaliland wax ku qaata xanta iska deeyno xasidka iska deeyno wararka xun iska deeyno warka fiican baa la sheegaa ay is jeclaano riximka la soo celiyo markaas wax noqon doona aakhiradeen iyo ifkeenaba taas waan ku goobaabinaya إلا وإنا له وإنا راجعون هاي سمرية ما هي نقصي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت هلكم وحن شوقنا تعسيدي أم جريدي مرحون إبراهيم أحمد هيبة حلبانك قرنكها waxaan halkan tacsi ballaaran uga direynaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan golaha wakiilada iyo qoyskii Ree Axmed Haybe in Ilaahay samireeyo ma ka siiyo waxa kale oo aan Ilaahay ka baryaynaa inuu marti la jecel yahay ka dhiga xildhibaanka dadkan waaweyn ee meesha jooga ee ay iskuuladka yimba taariikhdiisa ka warami doona ninkaasi nin fiican buu ahaa
waxa lagu xasuusto waxa kamid ah hal adeegii madaxweynuhu sheegay iyo deeqsinimana uu lahaa oo gacantiisa tu joogsata may ahayn boqorka ka urami doona iyo odayada waaweyn marka anigu waxaan leeyahay Ilaahay uu naxariisto samiriyay mana Allah naga siiyo naxariista jannada Allah ka waraabiyo marti la jecelayna Allah ka dhigo lambaha Ilaahay naxariista naga siiyo isaga qoyskii uu ka baxay Ilaahay samiriyay mana ka siiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Ilaahay samiriyay mana ka siiyo Ibraahim wuxuu u dhintay kulmiye aanu ka dhintay ummada Soomaaliya baanu ka dhintay Ilaahay naxariista naga siiyo Ilaahay ha u naxariisto إلهي هون حرستو سمر يي بان إلهي هي نغسيو وحنا عاقل كيسي رحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت ألكن وحن جوغنا آسكي مرحوم إبراهيم محمد هيبة الله نحرست جناك ورابيو مرحوم صلى الله سو شيغي هو عن المعلمة كسو شيغي وقرن كي سومالي كسو شيغي سومالي لأنه هو ها xildhibaanadii ugu horeeyay la doortay ilaa maanta isagoo xildhibaana ayuu shaqeeyay qarankana waxyaabo badan buu kasoo qabtay waxaan leeyahay marxuumka Allah uu naxariisto naxariistiisana ka waraabiyo guud ahaan reer Soomaaliyeed oo dhan baan ka tacsiinaynaa gaar ahaan waxaan u tacsiinaynaa qoyskii reer Sheekh Muuse ee uu ka baxay oo leenahay Samiriye Iman Allah ka siiyo dhammaanba Ilaahay Samiriye Iman naga siiyo isagana Ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo geeridii ku timid نمان لحظاً سنوات صاحب حين اسكو قراس حين أولاد مرلنا وقري مركان اسكول كبحنا معلمي وضن قني إلا ما انتنا عنو صاحب حين واني قعنت دين مدك أيام ما انت بحضي إلهي وحن قبر يا نجند إلهي كيو هل كان صاحب حين قبحي تاريخ دي سنة يدين شيئ ما يا انتا وانو سلسو مرري انتا نسكول كوة جري يا إنتان معلمة كتابر كتيري يا إنتان معلمة وضحين يا إنتان نولش كتيري بقى رك صاحبة مع النوحين نين صاحب تني ماذا كون أحسن بوها نين إسلام نين ماذا كون أحسن بوها نين دد نين ماذا كون أحسن بوها نين قعن لبوها وهذه ميجا وحبيحية دد كوب بدن أيوكا مذاها نين وحها قعان له ونقعان كيسة لجبينين ونعدنك وقبل قانين عدنا كقائب سنين بها اللهم نحرسته إبراهيم أحمد شيخ موسى عالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم نوع الدين يان دمشضة يعني حقتها إنك ميت وإنهم ميتون إلهي بقرآن كيسا كوريك ورسولك محمد الله الله يا أدقو ميت باتها يقونا ميت بين نقون أدقو وادمان إيسا يقونا ويدمان أصل كان الله شرهنتي هل كايكو سعطا وتاوي ولكن إبراهيم أحمد شيخ موسى وحلبان قرنها إلهي نحريستي تنهصيو إهل كيسي أوبت كيسي حاس كيسي ولا الذي دمان با أصحاب تيسي أو آذي آذي آذو بلادن أو دلك قديسي دي بدبا كلا جوكتا إلهي دمان تود سبري يبان هكسيو دمان با ضدك آذي آذك أو بلان إما دحظة غرانك إيو مدر شيسو مال لانا إدمان كسو قيب غالي مانتا غيريدن إيا آسكن لآسي يي ولكن إبراهيم أو غير حق دنتي أنت كسو قيب قشة إلهي يجن الدم بجود هدافه تاريخ ذا إبراهيم أحمد شيخ موسى إبراهيم أحمد هيبة إن بدن بلغة الله يوح بدن أنا جو كورن مايو وحها حلبان قلن أو حلبان نذا قلها وكلا ذا أولي شوغا لبدي يكون إيه شنتي كقول يستي إنه نقض حلبان قلن صاحب إسكدوبان وهن قلها
dad isu waalida isku abtaya isticel ayaanu ahayn shaqsi qaaliya 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 oo qof loo bartayba aanu ka xiisa go'ayn buu ahaa maantana uu ka tiiraynaysan yahay oo uu ka xun yahay qof kasta oo bartayba geeridiisa ah oo xaqiiqa inaan geerida iyo dhimashada aan cid joojinaysa aanay jirin oo hadday cidi baaqi noqonaysa rasuulkeena maxamed ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa baaqi noqon lahaa saas la ajligeed qalbigeenu ka murugoonaynaa waynu saqilaynaa inay geeridu xaq tahay ibraahim ilaahay ahu naxariisto shaqsi qaali u ahaa annagu ka hor golaha wakiilada intaanaan ku wada guulaysan waxaanu isku naqaanay gobolka uu ka soo jeedo inuu ka soo wada jeednay gebiley waxuu ahaa nin qaali ah oo sida uu sheegay uu hadda sheegay boqorku boqor maxamed geelaseed go-aan leh oo kelmad leh oo waxaad isku ogtihiin sidiisa u fulinaya oo waxa uu ballan qaada aan ka bixin buu ahaa wuxuu ahaa nin hal adag oo go-aamada qaarkoodoo qadhaadh hadday madaxda dalka kuwa ugu sarreeya isku diidaan aan la soo joojinayn ama aan la qabanayn oo tiisa ku adkaysta u ahaa ayaamo aada iyo aada u badan baan ayaanu soo wada marray hadday ahayd ayaamii xisbiga kulmiye ka hor doorashadii golaha wakiilada iyo hadday ahayd intii golaha wakiilada aanu ku wada jirayba ibraahim axmed haybe saaxiibba isku dheer oo qaali isku ah oo nafta isku huraanu runtii ahayn waana ka tiraanyaysanahay maanta geeridiisa waxaanan ogahay inuu midkaynu horeyn lahaa ee tiisa ilaahay horeysiiyey xaqna ay tahay ibraahim dhakhtarro kala duwan baa loo qaaday oo maleeshiya iyo hindiyaba ah halkana in badan baa lagu daweeyey laakiin ajashu maalinteeda ayuunbay timaadaa maalinteedii buu dhintay ibraahim intaa ka bacdi dhammaanteen geeridani waxayna xasuusinaysaa inay cashar inoo tahay oo dhammaanteen aynu inaguna godkaa uu maanta walaalkeen ibraahim aynu gelinay aynu wada gelayno waxayna xasuusinaysaa inaynaan ogeyn inay naga fog tahay inay nagu soo dhowdahay midna waxayna xasuusinaysaa in maalin sida aynu ibraahim hadda ugaga dhaqaaqayna qabrigaa madow laynoogaga dhaqaaqi doono maalin ay noqotoba waxayna xasuusinaysaa markaa inaynu acmaasheenna ilaahay subxaana wa tacaala tala saarano oo qofka bini aadamkaay u noqoto aaskaa dul yimid inuu ka joogsado wixii gafahaa uu samaynayay inuu ka joogsado wixii qaladaadahaa ku jiray inay toobadu halkan ka bilaabanto oo aad tidhaahdo haakada adduunyadu saasay ku dambaynaysaa ataytu alqubuura fanaadaytuha fa ayna almucadama waalmuxtaqar tafaanow jamiican famaa muqbilun wamaatuu jamiican wamaata alkhabar fayaa saa'ilii can unaasin madow amaa laka fiimaa madaa muctabar qubuurihii baa nimid buu yidhi markaasaan weydiiyey aaway dadkii sharafta lahaan jiray ama la weynayn jiray aawayse kuwii hoos loo dhigi jiray tafaanow jamiican dhammaantood way dhinteen tafaanow jamiican wamaata alkhabar tafaanow jamiican famaa muqbilun qabuurahaasay ku wada jiraan cid ka warramaysaana ma jirto way hoydeen waana la wada hoyanayaa ee qofka war doonayow halkaasuu warkii yaallaa buu leeyahay ilaahay naga dhiga dadka geeridana ay wax badan u kordhiso walaalkeen ibraahimna ilaahay naxariisana ha siiyo mar kale asxaabtiisii ehelkiisii iyo dadkii akhyaarta ahaa ee ibraahim uu ka baxo qaranka soomaaliland oo dhanna ilaahay sabiriyabaana ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatuh intaas fataawadeel aan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarka ee aan idin ka diyaarinay aas qaran oo magaalada Hargeysa maanta lagu sameeyey allaha u naxariiste xildhibaan ibraahim axmed haybe ibraahim kacaan oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo shalay galab ku geeriyooday magaalada Hargeysa isagoo marxuunku in muddaa ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa ninna anulahan